الشهرة أكيد لما يكون الإنسان تحت الأضواء لابد أنه يلعب دور المرأة القوية كأنثى، أنا أتكلم أو دور الشخص القوي. ما تشتاقي لحياتك قبل الشهرة؟ أكيد. بأي مطرح؟ هو بهذا المطرح بالتحديد. يعني الشهرة لكي الشهرة حلوة كتير، وفيها مطارح بتقدم لك كتير كتير أشياء حلوة بالحياة، بس بنفس الوقت تأخذ منك كتير، تأخذ منك كتير للأسف، مع أنه نحن بعالمنا العربي ما منعيش لسه ضغوطات الشهرة مثل ما بيعيشوها برا، مطرح ما أنت فيه باباراتسي بكل مطرح وبي. بس إذا بدي أحكي على المستويات الداخلية يعني والجوانية، هي بهذا الجزء بأنه أنت الشهرة بتضطرك أنه ما دائما بتقدري تكوني على طبيعتك، ما دائما بتقدري تكوني بعفويتك وتعبري عن الأشياء ببساطتك أنت. وأنا شخص عفوي وبسيط، بحب البساطة بالحياة وبحب العفوية، وشخص بحب وطبيعية يعني أبسط يمكن مما تتطلب الشهرة ببعض المطارح. هذا الشيء بحس حالي أني انحرمت منه شوي، بس بضل بقدر مارسه طبعا أكيد ضمن دوائري الصغيرة القريبة مني بالمطارح اللي بحس فعلا بالأمان وبالراحة فيها. دائرة الثقة هذه أي اللي أنت تتكلمي عنها، دائرة ضيقة ولا واسعة؟ ضيقة. ضيقة بحكم الخبرة، بحكم المعايشة، ولا ضيقة لأنه أنت من النوعية اللي تحبي تكون الدائرة ضيقة؟ صراحة بحكم الخبرة، لأنه طلع منها ناس كثير. يعني بحكم الخبرة بتبلشي بيصير في حالة من التصفية والغربلة. يعني لا، اللي غربلتي لهم كانوا يوم الأيام قراب كثير؟ في منهم إيه. شو اللي غيرهم، الظروف ولا الشهرة؟ اللي هي بس فكرة إنه أحيانا شوفي، لأنه أنت بتكوني طبيعية أحيانا مع أشخاص، أو بتعبري عن مشاعرك وعن لحظاتك الخاصة بشكل صادق كتير، مو كل الناس بيستحقوا أنك تكون تحطي هذا الشيء بين إيديهم. صحيح.